السلام عليكم اخوات، كنتمنى ان شاء الله اولا المشاهدين ديال القناه ديالي قناه الطبخ والبيت مع ام لينا، كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم على خير وبخير. فاليوم باذن الله غادي نحضروا مع بعضياتنا بطيبطات معمرين بالخضره والشحمه، كيجيو رائعين بزاف وطريقه سهله كما العاده وتحضير سهل ومقادير سهله وبسيطه. فبالنسبه لي انا عجنت العجينه ديالي نسيت ما بديتش التصوير ديالي صراحه من الاول، ولكن ملي سميتو عاد تفكرت بانني خصني نصور، خصني نشارك معكم هذه الوصفه هذه اللي عمري ما شاركتها معكم، اللي كيجي هذا البطيطات رائعين بزاف وكيتحضروا صراحه بسرعه. يعني ما كيتحتاجوش التخمات ديالهم بزاف بزاف ديال الوقت. فاول حاجه درت الخميره، درت العجينه ديالي، عجنتها مزيان، دلكتها، فكيف كتشوفوا راه مدلوكه. درت القمح، هنا عندي العجين ديال القمح، يمكن لكم ديروا اي دقيق، اي دقيق عندكم يمكن لكم ديروه، يا اما الفورس بوحدو اولا الفورس والقمح اولا الزراع اولا الفينو، يعني اي دقيق يمكن لكم تستعملوا ماشي مشكل. والكميه كما العاده على حسب عدد الافراد اللي غادي يتناولوا هذه الوجبه اولا الكميه اللي انت بغيتي. فاول حاجه عجنتها، درت شويه الخميره شويه ديال الملحه وعجنتهم عادي بالماء الدافئ صافي. ودابا غادي نخلي العجينه ديالي كترتاح بالماء وجدت الحشوه وخليتها كتبرد. من بعد دزت باش نحضر الحشوه ديالي لهنا، شديت الفلفله والبصله اللي قطعتهم هكا رقاق بزاف، درتهم بهاد الماكينه هذه العجيبه، ضفت ليهم هنايا الشحمه اللي حكيتها، حكيتها هكا في الحكاكه لانها عندي في المجمد صافي. غادي نضيف لها العطريه عادي، العطريه الملح البزار سكينجبير شويه الخرقوم شويه ديال التحميره وشويه ديال الكمون صافي. وغادي نشحرهم غير شويه فوق هكا فوق العافيه صافي، ونخليهم يبردوا ليا بالما خمرت ليا العجينه صافي. كيف شفتم بعد ما درت ليها العطريه ديالها كامله، غادي ما غندير لا زيت لا والو، لان ديك الشحمه غادي تطلق ديك اليدام ديالها، وكذلك البصله والفلفل من بعد ما غادي يتشحروا. وغادي نخليهم كيبردوا ليا واحد شويه، ما يبردوش تماما لان غادي تجمد لينا الشحمه وما غاديش نلقاو كيفاش نصوبوا بها الحشوه ديالنا صافي. وغادي نشحرها واحد شويه ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا التتمه. على فكره كاضافات لهاد الحشوه هذه يمكن لكم تضيفوا الزيتون المقطع يمكن الاخضر، يمكن لكم كذلك تضيفوا بعض الخضار اللي هي القرعه الخضراء وكذلك الجزر، يمكن لكم تضيفوهم كذلك يكونوا محكوكين، وكذلكم تضيفوا ك يعني اما تخليوهم هكا بالخضره كيجيو صراحه لذاذ بزاف، اولا يمكن لكم تضيفوا لهم كذلك الطونه اولا الكفته ولا قطع ديال الدجاج، فلكم كامل الاختيار. يعني اي حاجه متوفره عندكم في المنزل، وحتى يعني الاطفال ديالنا ما كياكلوش بزاف ديال الخضر، فندخلوا لهم شي خضره كتعجبهم هكا اللي ما كياكلوهاش ندخلوها لهم كذلك في هاد البطيطات هادو، انهم صراحه كيجيو لذاذ. غير جربوهم ورطوا عليا ان شاء الله في لي كومونتير، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو كما العاده تخليوا ليا كومونتير ولايك، وكذلك اللي باقي ما شاركش في القناه وكيشوف الفيديو الان يضغط على ابوني، من بعد يضغط على داك الجرس الصغير اللي حداه باش دائما يتوصل بالجديد ديال القناه صافي. كيف شفتوا وما نخليوش كذلك الخضره ديالنا تذوب تماما في التشحار، لانها مع البطيطات راه غادي عاوتاني غادي يطيب مع البطيطات، فنخليوها واحد شويه باش طيب لينا صافي. انا دابا ساليت، غادي نطفي عليها ونخليها تبرد غير واحد شويه، ومن بعد غادي نعمر بها بالطبوط صافي. من بعد ما دزت العجينه ديالي غادي نحاول نكورها كويرات، درتهم انا هنا شويه صغار اللي كيخدم بيد وحده هذا هو حالو
كذا غنكون ساليت الكويرات ديالي، غادي نخليهم واحد 5 دقائق بحال هكا يرتاحوا باش يسهل عليا نكورهم، ومن بعد نرجع ان شاء الله. صافي، من بعد كناخذ الكويره ديالي هكا كنحاول نقرصها شويه في الاول كامله، ومن بعد كنحاول نقرص غير من الجناب بحال هكا، كنحاول نرققها من الجناب شويه سهله. غادي نحاول نقسم هذه الحشوه باش تجيني قد قد. ها انتما البنات، صافي كنبقى نجمع في البطيطات ديالي على هكا. لانني كنخدم بيد وحده وكنصور بيد فشويه صعيبه. المهم غادي نحاول نسدها ونخشي الحشو لداخل.